طبعا اكيد منذ استلامنا الحكومه المسؤوليه الجديده عزمنا مع السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقه ان نعمل كوزارتين كفريق واحد وننسق المواقف. هذه الزياره هي ترجمه للاتفاقات وسبقتها اجتماعات كثيره بين الوزارتين. الهدف منها انه نستفاد من كل الطاقه الموجوده سواء كانت غاز او انواع اخرى من الوقود لتشغيل وحداتنا الانتاجيه بكامل طاقاتها. اليوم في زيارتنا لحقل الحلفايه نامل ان شاء الله انه نحقق مثل ما تفضل السيد نائب رئيس مجلس الوزراء انه نستفاد من 160 مليون قدم مكعب غاز لتشغيل اكثر من 1200 ميجا واط في محافظه ميسان. هاي المحطات سابقا كانت متوقفه، كان جزء من عندها يعمل جزء من عندها متوقف. ان شاء الله بهذا الاتفاق راح ندخل الوحدات كامل طاقتها. القضية الإيجابية بالموضوع أنه أيضا عندنا وحدات مركبة في المحطتين سواء المحطة الاستثمارية أو المحطة الغازية اللي تابعة لوزارة الكهرباء. هاي الوحدات المركبة أيضا بعد أن راح نشغل الوحدات البسيطة على كميات الغاز راح نقدر نشغل الوحدات المركبة أيضا بدون غاز، بالتالي راح نقدر نحقق أكثر من 1000 ميجا واط باستخدام الغاز الحالي، وراح نقدر نضيف تقريبا 750 ميجا واط خلال الفترة القادمة بدون غاز. هذا التوجه جهنا الحكومي باستثمار الدورات المركبة لتشغيل وحداتنا بأقل كلفة اقتصادية. إن شاء الله العمل مستمر، هذا المشروع بتشغيله بهذا الاتفاق راح يسهم بحل مشكلة كبيرة لمحافظة ميسان وراح يعزز ساعات التجهيز إن شاء الله للشهر القادم إن شاء الله. نعم طبعا اكيد احنا كل ميجاوات راح تضاف اكيد راح تحسب على معدل الانتاج الكلي للعراق، وبالتالي راح يسهم بزياده ساعات تجهيز لكل المحافظات. هدفنا للصيف القادم 24 الف ميجاوات، هذا راح يسهم بزياده كبيره عن ما كنا نتكلم به بالصيف الماضي.